نتابع وإياكم هذه الصور مشاهدينا الكرام للقصف كما ذكرنا المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، طبعا الذي كان قد أعلن تبنيه لهذه العملية واعترافه بأنه هو من أطلق هذه الصواريخ. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى لنذكر بهذه الأخبار العاجلة. إذن حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل. في البداية كانت مصادر العربية تحدثت عن أنباء عن اعتراض 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان. الإعلام الإسرائيلي تحدث بأن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة دوف العسكرية. صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت بأن لا أنباء عن إصابات، وسكان محليون سمعوا ذوي انفجارات. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تحدثت عن تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في حصبية والعرقوب. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن 15 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل. الإعلام اللبناني أيضا ذكر بأن هنالك نزوح لأهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.